بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال ديالكم. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم البنات تنشارك معكم مع شوق الجماهير اللي هو البغرير، واللي وصفة دياله بسيطة وسهلة، ولكن يعني إذا الإنسان ما تبعش يعني تقنيات ويعني خطوات يعني خطوات يعني محددة يعني ما كينجحش مع بزاف ديال الناس. كنتمنى انكم ان شاء الله تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير، وانا متاكده اللي جربت هذه الوصفه البنات وتبعت النصائح اللي غادي نعطيكم فغادي ينجح معها مليون في المئة ان شاء الله. كيجي خفيف وساهل وهشيش. ودابا غادي ندوزوا للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجوا جوج ديال الكيسان ديال الفينو او السميده رقيقه، غادي نحتاجو جوج مغارف ديال الطحين ديال الفرص، ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء، نفس الكيسان اللي عبرنا بهم الفينو هما اللي غادي نعبرو بهم الماء، ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء، مغرفة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، مغرفة صغيرة ديال الملاح، جوج مغرفات ديال السكر، ومغرفة صغيرة ديال خميرة الحلويات. صافي البنات هادو هما المقادير. غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات غادي نعمل هذاك الماء ديالي، ثلاثه ديال الكيسان انا ديجا عبرتهم عاد عملتهم في هذاك الاناء. غادي نعمل خميره والسكر. صافي البنات ما غنضيف الخميره الحلوه والملح، نخليهم حتى اخر لحظه. صافي وغادي نزيد هنايا الفينو ديالي وجوج مغرفات ديال الفرص. صافي وغادي نحرك مزيان حتى ينسجم لي الخليط بهذا الخلاط الكهرباء، عفوا الخلاط يعني اليدوي. اول حاجه الخلاط اليدوي، عادك غادي ندوز البنات نمكسيو هذا الخليط، ضروري تمكسيوه باش تاكدوا انه انسجم مزيان. بالنسبه لي انا البنات غادي نستعمل انا هذا الخلاط هذا اللي خاص بالصوبه وداكشي. صافي نتوما عملوه في الخلاط الكهربائي، واللي عنده هذه حتى هي يعني كتعمل نفس المهمه اللي كتعمل كيعمل الخلاط. صافي غادي نمكسي مزيان هذا الخليط ديالي ديال البغرير، هيدا كنميكسيه مزيان. صافي البنات عادك غادي نضيف هذاك الخميره والملح. بالنسبه للملح البنات نصيحه ما تزيدوهش في الاول، لانه ما كيخليش هذيك الخميره تعمل الخدمه ديالها اللي هي تخمرنا هذا العجين ديالنا. صافي البنات هنايا غادي نضيف الملح والخميره ديال الحلويات ونعاود نميكسيهم باش يمتزجوا مع الخليط ديالنا. صافي هنا كيف كتشوفوا غادي نخلطوا مزيان. كيف ما قلت لكم البنات هما اللي ما عندوش هذا الخلاط يعمل هذه العمليه، يعملها في الخلاط الكهربائي ديال العواصر. صافي غادي نخلط مزيان. صافي البنات وغادي نخلي الخليط ديالي يرتاح تقريبا بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ضروري البنات الخليط خصو يرتاح، هذيك القضيه ديال يلا تخلط تعمل يعني تعمل طيب، فما انا بالنسبه لي ما خدامهش يعني غير هضره وصافي. ضروري خصو يرتاح باش ديك الخميره ديالنا كتعمل المفعول ديالها، وهي اللي كتخلي هذاك الخليط ديالنا باش كيجي هذاك البغرير عفوا كيجي هكذاك مثقب وكيجي خفيف. صافي البنات هنايا عندي المقله، الخليط ديالي هو هذا. المقله عملتها كتسخن على نار مهيله وكنعمل الخليط ديالي مباشره البنات، من عمل الخليط نجهد العافيه نعملها اعلى درجه، نزيد العافيه كما قلت لكم البنات على اعلى درجه حتى يتثقب لي الخليط ديال عفوا البغرير ديالي. كيف كتشوفوا ها هو البنات هنايا جهدت العافيه حتى كيتثقب البغرير، ما شاء الله كنتما كتشوفوا كيجي فن البنات حتى كيتثقب مزيان، وديك الثقوب ديالو يعني كينشفوا عادك كنرجع النار لنفس الدرجه اللي كانت فيها في الاول باش كيطيب لنا يكملنا البغرير ديالنا الطياب ديالو عادي. صافي البنات ها هو كيف كتشوفوا كيجي محمر ما شاء الله ومثقب، كيجي فن البنات. كما قلت لكم تبعوا الخطوات والمراحل اللي عطيتكم، انا متاكده مليون في المئة البنات انه غادي ينجح معكم. صافي البنات غادي نعاود قبل البنات ما نعمل الثانيه كنشلل ضروري المقله ديالي، كنشلل بالماء بارد عادك كنعمل فيها البغيره الثانيه. ها هو البنات كيف كتشوفوا ما شاء الله كيجي مثقب وهشيش البنات، خفيف ورقيق يعني واحد البغرير ما شاهدكم فيه كيجي كيحمق البنات. ان شاء الله تجربوه وانا متاكده انه غادي ينال الاعجاب ديالكم باذن الله.
هاي بنفس البغريره ديالي كتجي رقيقه محمره، يعني ما شاء الله واحد البغرير غزال البنات. صافي هنا غادي نكمل الطياب ديالي غير باش نوريكم بان البغرير يعني كامل كيجي البنات، يعني حتى وحده ما كتطفى معكم ولا حتى شي حاجه، يعني الا تبعتوا المراحل كما قلت لكم غادي تعملوها على نار مهيله، غير تضيفوا العجين غادي تجهدوا العافيه حتى يتقب معكم البغرير مزيان وتعاودوا تنقصوها باش يكمل البغرير الطياب ديالو. صافي البنات كنشوفوه تحمر من تحت، صافي كنزولوا البغريره ديالنا بهذه الطريقه، كيجي خفيف وهشيش وكيجي فن البنات، وانا متاكده ان هادو ينال الاعجاب ديالكم باذن الله الا جربتوه، واخا يكون عمره ما نجح معكم البنات البغرير الا تبعتوا هاد الخطوات اللي وريتكم، فانا متاكده انه غادي ينجح معكم ان شاء الله. صافي غادي نكمل الطياب ديالي وندوزو باش نشوفوه في صحن التقديم. وهذا البنات هو البغرير ديالي كما شفتو، طيبته كامل عاد حطيته هنا في صحن ديال التقديم، كيجي كيحمق البنات كيف كتشوفوا، هما البغريرات كاملين ما شاء الله متقبين رقيقين خفافين، يعني واحد بغرير البنات يعني كنتمنى ان اي وحده شافت الفيديو تجربوا، ها هو خفيف البنات كيجي ورقيق، يعني واحد البغرير ما شاء الله كيجي كيحمق، انا متاكده انكم غادي الى جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي تولي هاد الوصفه والطريقه هي المعتمده عندكم باذن الله. كنتمنى البنات اللي عجب الفيديو ما تبخلش عليا باللايك وخلي لي التعليقات ديالكم، ولي اول مره تشوف القناه ديالي كنتمنى انها تشترك معايا وتدعمني باللايك ديالها وبلي كومونتير، وكنتمنى الفيديو ديالي يكونوا كينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. البنات نشوفكم فيديو جديد في امان الله، والسلام عليكم.